أكد صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين ماضية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في المساعي الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والدفع بمسارته الاستراتيجية نحو مستويات أكثر تقدما في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين. جاء ذلك لدى لقاء سمو حفظه الله السيناتور بوب مينانديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي وسيناتور الجمهوري جيم ريتش العضو البارز باللجنة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نوه سموه بمختلف الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار العالمي بما يدعم تحقيق الخطط الموضوعة للوصول إلى التنمية المستدامة المشهودة للجميع، لافتا إلى أهمية توحيد الجهود الدولية وتكثيفها بما يسهم في ترسيخ ركائز التنمية بالمنطقة والعالم. وخلال اللقاء جرى بحث أوجه تطوير العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تحقيقا للمصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر المستجدات على مختلف الأصعدة.